وطنية نقابية وبعد. يخوض العاملون في جامعة بير زيت نضالا نقابيا صونا لحقوقهم ولتحقيق جملة من المطالب التي تصب في مصلحة الجامعة وتطورها على المستويين الحقوقي والأكاديمي. وسأبدأ بالنهج الذي انتهجته النقابة كممثلة للعاملين للوصول إلى الوضع الحالي. انخرطت النقابة في حوارات مستمرة ودورية مع إدارة الجامعة منذ بداية العام الأكاديمي الحالي حول تطبيق اتفاق الكادر للعام 2016 والتأمين الصحي والأمن الوظيفي للعاملين والقضايا الأكاديمية والجودة الأكاديمية في الجامعة. ومع تعنت الإدارة في تطبيق الاتفاقيات والاستجابة لحقوق ومطالب العاملين والتراجع عما يتم الاتفاق عليه في جلسات الحوار، أعلنت النقابة نزاع عمل بتاريخ 21 حزيران 2022 قبل بداية الفصل الصيفي. وبدأت النقابة بجملة إجراءات نقابية تدريجية استهلتها بوقفة للعاملين أمام مبنى رئاسة الجامعة يوم الخميس 11 آب مع تعليق جزئي للدوام، وتلاها تعليق الدوام للأنشطة الأكاديمية والإدارية في الجامعة يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 آب، ثم تعليق جزئي للدوام ووقفة للعاملين أمام مبنى الرئاسة للمطالبة بالاستجابة للمطالب يوم 20 آب، ثم تعليق كافة الأنشطة الأكاديمية والإدارية في الجامعة مع عدم التواجد يومي الأربعاء والخميس 24 و25 آب. وفي ظل عدم تجاوب إدارة الجامعة مع المطالب، تم الإعلان عن تعليق الدوام بشكل كامل بدءا من يوم السبت 27 آب. وعليه فإن المسؤول عن الوضع الذي وصلنا إليه هي الجهة التي لم تستجب للحقوق والمطالب خلال عام كامل من الحوار، والتي لم تتحرك عندما تم الإعلان عن نزاع العمل أو خلال الوقفات المطالبة بالحقوق، بل كما يبدو كانت معنية بالوصول بالوضع لهذا الحد. أما بالنسبة للمطالب فهي تطبيق اتفاق الكادر للعام 2016 بإضافة نسبة 15% على الراتب الأساسي والذي تصر الإدارة على إبقائها كمبلغ مقطوع، الأمر الذي يحرم العاملين من الحقوق المترتبة على الاتفاق بما فيها تلك المرتبطة بزيادة الراتب التقاعدي وصندوق التوفير للعاملين ونسبة غلاء المعيشة. 2- التزام الجامعة وتطبيق التوافقات التي تتعلق بالتأمين الصحي للعاملين وتحويل فرق سعر الدينار المقتطع من مساهمة الموظفين للتأمين الصحي، الأمر الذي يحول دون الحفاظ على التأمين الصحي التكافلي في الجامعة وتطويره واستدامته كتأمين تكافلي يدار من خلال لجنة تأمين في الجامعة. ثالثاً، عدم المس بالأمن الوظيفي للموظفين من خلال عقود مجحفة تلتف على قانون العمل للتخلص من موظفين يعملون في الجامعة لسنوات طويلة بدوام كامل. الاستجابة للمطالب التي تتعلق بالقضايا الأكاديمية والتي تضمنتها مراسلات عديدة خلال العام والأعوام الفائتة بما فيها الأعداد المتزايدة للطلبة في الشعب بخلاف توصيات مجالس الدوائر، والبدل المنصف للعمل الإضافي للأكاديميين المتفرغين وغير المتفرغين، وتطوير البيئة التعليمية وتجهيز الغرف الصفية ومكاتب العاملين. وأخيراً، تطبيق مبادئ الشفافية والمحاسبة والتشاركية والإنصاف وعدم التمييز والالتزام بحقوق العاملين والكف عن سياسة التوفير المالي على حساب الحقوق والجودة الأكاديمية. إن إدارة الجامعة وبدل الالتزام بحقوق العاملين والجلوس للحوار لنقاش آليات التطبيق تستمر بنفس السياسات وتصعدها، وفي سبيل ذلك تسعى الإدارة لنزع الشرعية عن النضال النقابي الشرعي والقانوني وتتجه لعقاب العاملين المطالبين بحقوقهم كما جاء في بيان إدارة الجامعة اليوم 19 أيلول الذي أعلنت فيه دفع 50% من الرواتب في سياسة مكررة للإدارات التي لا تقوم بالتنصل من التزاماتها اتجاه حقوق العاملين وحسب،
بل وبمعاقبة المطالبين بالحقوق وتهديدهم بقوتهم. ونؤكد أن هذه السياسات التي تعكس نهج إداري مخطط مسبقا ومنذ أعوام لن تثنينا عن المطالبة بحقوقنا والسعي لإبقاء الجامعة منارة للعلم والحريات. وعليه وكما أعلننا في بياننا النقابي اليوم، ندعو العاملين لوقفة غدا الثلاثاء في الجامعة ما بين الساعات 12 إلى 2، كما ونعلن عن بدء دخول أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة أساتذة وموظفي جامعة بير زيت في إضراب مفتوح عن الطعام، تأكيدا أننا لن نساوم على حقوق العاملين. دمتم ودام العمل النقابي حامل حقوق. بدأنا هذا البيان الصحفي تحديدا بتفصيل كافة الخطوات التي قمنا بها حتى الوصول إلى هذا الحد. تحدثنا عن عام كامل من الحوارات الدورية والمستمرة مع إدارة الجامعة حول هذه الحقوق وهذه المطالب. أعلننا نزاع العمل في 21 حزيران أملا في أن تتحرك الجامعة وأن تستجيب لهذه المطالب. بدأنا بإجراءات تدريجية من وقفات أمام مبنى الرئاسة، لم يخرج أي من الإداريين أو مجلس الجامعة ليتحدث معنا حول هذه المطالب والاستجابة إليها. بدأنا بخطوات تدريجية إلى أن وصلنا إلى إعلان الإجراءات المفتوحة وتعليق الدوام الكامل. هنا من المهم التأكيد أننا كنقابة عاملين في الجامعة وكمكون من مكونات الجامعة، نحن برغم كل نزاعاتنا وخلافاتنا داخل الجامعة، نحن مقتنعون أن أزمات جامعة بير زيت وخلافات جامعة بير زيت يتم حلها داخل الجامعة. ومع ذلك كانت هناك الكثير من الجهات، منها جهات حاولت الاستماع للمطالب، وبالمناسبة لم يستمع أحد إلى هذه المطالب إلا واقتنع بأن هذه مطالب مشروعة، هذه حقوق، هذه عدم الالتزام بتطبيق اتفاقيات. وبالمناسبة اتفاقية الكادر للعام 2016 جاءت بعد نضال نقابي طويل بما فيها إجراءات نقابية وتعطيل للدوام، إلى أن وصلنا إلى اتفاق 2016 الذي ترفض الإدارة تطبيقه بحجج مختلفة. أما بما يتعلق بالجهات الأخرى، اتحاد نقابات طلب من وزارة العمل بصفتها الجانب المختص بأن تعطي رأيا قانونيا واضحا بما يتعلق باتفاق الكادر للعام 2016. وبالفعل في رسالة رسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تم الحديث عن رأي وقرار من وزارة العمل بأن تطبيق اتفاق الكادر للعام 2016 يجب أن يطبق تحديدا كما تطالب به النقابة بإدخال 15% إلى الراتب الأساسي، لا أن تبقى مبلغا مقطوعا كما هي الآن. بعد ذلك كما نعرف يعني، وهذا ما ذكرناه في البيان، كان هناك توجهات من إدارة الجامعة لوزارة العمل بغية الإعلان عن النضال النقابي والنزاع النقابي أنه نزاع غير قانوني، وتم التوجه إلى في حملة إعلامية واسعة وأيضا مضللة بما يتعلق بالاتفاقيات، بما يتعلق بالمطالب، وأيضا بما يتعلق بكافة الإجراءات التمهيدية بما فيها الحوار لساعات طويلة خلال عام كامل على نفس المطالب التي هي الآن محل النزاع. طب دكتورة، بعد الإعلان عن الإضراب
نحن لا نرفض الجلوس للحوار، نحن مقتنعون بأن الحوار هو الطريقة للوصول إلى أي توافقات، لكن ما ذكرناه أننا تحاورنا على هذه القضايا ذاتها لمدة عام كامل، وأخذنا نفس الإجابات من إدارة الجامعة حولها برفض التطبيق أو بالتراجع عن اتفاقيات سابقة، وبالتالي موقفنا الواضح والمرن جدا لإدارة الجامعة وأعلناه في بياننا النقابي وفي بيانات نقابية وفي رسائل لإدارة الجامعة بأننا نريد إجابة مختلفة، بمعنى الالتزام بهذه الحقوق مقابل حالا يتم تعليق الإضراب النقابي والخوض في حوار لكي نتفاهم حول كيفية تطبيق هذه الالتزامات. فالحديث ليس حول الحوار، نحن يعني الحوار الهدف منه هو الوصول إلى حلول. خلال عام كامل وبما فيه ما بعد الإعلان عن نزاع العمل، نحن نتلقى نفس الإجابات من إدارة الجامعة. الحديث إيجابي، خطاب إيجابي لنجلس لنتحاور، مع أن الحوار استمر لعام كامل ولم يتم التغيير في موقف إدارة الجامعة من الالتزام بهذه الاتفاقيات السابقة. شكرا لك. Weird.